في وقت ما كانش وقته ظهر إعلام يبحث عن الحقيقة، إعلام يرعبك، قوة الناسفة بدائية الصنع بحي الزمالك بالقاهرة، ويطمئنك في نفس الوقت. خلينا ننفي تماما وجود أي قنبلة بدائية الصنع. إعلام لا يشحن. لو عندك سلاح وأنا بقول لحضرتك انزل بسلاحك أيا كان السلاح، ولكن يفرق. إعلام لا يعترف بالنظريات. نظرية الناموسة والفيل، الضفدع والعقرب. أيوة اديني في الزيتونة. إعلام تكلم بلغة المصريين. لول 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 لول. لف لف لف. إعلام من طراز المحاربين. إعلام لا ينفعل. ترحم دين أمي، ترحم ميتين اللي خلفوا أبويا وأبوها. محترم يا شيخ، أحمدك يا رب رسمي. ما يظنش عليك، أنت بتبني سمعة. كفاية كلام عن سمعة، بما إن سمعة مش موجود. أحسن مصادر. أنت جايب الرسائل دي منين؟ جايبها من واحد صاحبي. أحسن تغطية. شوف البطانية عاملة إزاي يا ولاد، ألاسكا خالص. أحسن ناس. الحلاوة دي، هو ده الإعلام، هو ده وقته، هو ده وقته. هو ده وقته، ده اللي يمشي دلوقتي. دي البرامج اللي تستمر ما تتوقفش. طب طالما الناس بقى بتقول هي عايزاه وبتهس في أي حاجة، اشمعنى جت عليا أنا؟ اشمعنى أنا اللي برنامجي عامل مشكلة؟ يمكن العيب في أنا، يمكن في حاجة.